هي معوقات المحادثات المتعلقة بتوحيد المؤسسة العسكرية حتى الآن لأنها ليست الأولى؟ الحقيقة أن المباحثات اللي تمت في مصر تعتبر الآن أعتقد 7 جولات سابقة، وتم فيها كل اللقاءات اللي تمت ما بين الأطراف الموجودة، ما بين أفراد الجيش اللي موجودين والضباط وقيادات الجيش بين المنطقة الغربية والجنوبية والشرقية. الآن أعتقد أن الأمور أكثر نضجا من السابق في موضوع التوصل إلى اتفاق، وكل المؤشرات العامة تدل على ذلك. الخلافات اللي تمت في أحداث ما بعد عيد الأضحى، والخلافات اللي تمت داخل العاصمة، كانت عامل ضغط كبير جدا على كل الأطراف من أجل إيجاد حلول حقيقية لدمج المؤسسة العسكرية والوصول بها إلى قيادة موحدة بعيدا عن كل التشظي السابق الذي حصل فيما مضى. لا أعتقد أن هناك معوقات حقيقية هذه المرة بالمقارنة مع كل اللقاءات السابقة. أعتقد الأجواء أكثر تفاؤلا، وبالإمكان الوصول إلى اتفاق كبير جدا. المؤشرات كانت واضحة من زيارة السيد رئيس البرلمان يومين، وعلامات دالة أخرى على وصول توافق كبير ما بين قيادة الجيش في المنطقة الغربية والجنوبية، ومن أجل مشاركتها لحسم الأمر والوصول إلى اتفاق شامل لدمج المؤسسة العسكرية. أعتقد أن هناك تفاؤل كبير جدا مع هذه المرة، ومؤشرات عمل الوصول إلى اتفاق شامل. هل يشمل هذا الاتفاق كل الميليشيات المسلحة؟ لأن هناك بعض الميليشيات تحسب على جماعات مصنفة إرهابيا حتى في ليبيا وعالميا حتى. أي ميليشيا صنفت كميليشيا خطرة أو إرهابية غير وارد إمكانية مشاركتها في هذه المباحثات، ولا يتم التفاوض معها. وإلا كل المجموعات اللي سيتم التفاوض معها هي قيادات عسكرية نظامية معتمدة وموجودة في كل المناطق الليبية، سواء في الجنوب والشرق والغرب. الأمر الآخر الذي يتعلق بموضوع دمج بعض الميليشيات أو بعض الأفراد فرادة في موضوع الجيش، هذه اشتراطات تم النقاش فيها كثيرا في أثناء المباحثات ولا خلاف فيها. الخلاف أعتقد في معالجة بعض قيادات هذه الميليشيات، وهذا أمر غير معلن لكل الأطراف، ولكن بمعنى سيتم يعني بمقصود عدم دمج بعض الأطراف كقيادات خاصة للميليشيات وتصنيفها كقيادات عسكرية في الجيش الليبي، ده غير مطلوب. المطلوب إعادة تأهيل الأفراد من جديد، ووصولهم إلى مستوى من مستوى التأهيل، ودخولهم في الجيش الليبي بشكل مؤهل ومدرب ومقنن، والباقي يتم الاستغناء عنهم ويتم تصريفهم إلى قطاعات إنتاجية وخدمية أخرى في الاقتصاد الليبي. نعم.